ثاني فيها الطب مجاني عندهم الناشس هذا ناشونال هيلث سيرفيس المجاني الناس اللي يشتغلوا الناس اللي عندهم وظايف او يشتغلوا عندهم مدخول لبس به يخلصوا مبلغ اعتقد الان راهو في حدود تسعة 9 باوند للوصفه ممكن الوصفه تساوي حتى لو الوصفه تساوي آلاف باوند يخلص تسعة باوند والباقي ياخذوا باطل الدواء واللي ما عندهمش مدخول او مدخولهم ضعيف او ما يخلصوش ما يخلصوش ياخذوا الدواء طبعا زياره الطبيب العام هنا في بريطانيا باطل زياره سبيسياليست لما يرسلك الى يرسلك الطبيب العام الى المتخصص الى الاختصاصي باطل الراديو والدم وكل هذه التاس يعني باطل لا تدفع شيء، ما فيهاش حاجة تاع تدفع أقل مثلا تدفع 20 باوند ولا تدفع 100 ألف تاع الجزائر، باطل كما قلت فقط اللي دخلهم معقول نسبة معينة من فوقها يخلصوا الوصفة وفي حالات استثنائية لما يطلبوا حاجات خاصة أو طبعا البريفي لا، بريفي غالي لكن بريفي طراز عالمي كبير يعني لكن حتى العام معقول جدا يعني لكن مقارنة مثلا بالجزائر كنا نروح وتحتاج طبيب عام تروح مباشرة هنا لا تنتظر الآن الانتظار في حدود حسب الأماكن لكن في حدود عشر أيام يعني باش تشوف طبيب عام إلا إذا كنت في حالة سيئة تقدر تروح لزيرجونس هذه أنا فتحت قوس هنا لأنه دائما نسمعه من عند الكبار السفهاء يقول لك ها الطب مجاني في الجزائر لم يعد مجاني أولاً يعني في كثير من الحالات تدفع او اشياء تدفع والخدمات سيئه جدا مقارنه بخدمات الثمانينات في الثمانينات نعم كان الطب اساسا مجاني حاجات صغيره للناس تدفعها واللي يدفع يعاود يدي من عند كازورال لكن هاي بريطانيا دولة معروفة بأنها رأسمالية وأحيانا الرأسمالية فيها متوحشة لكن مثلا في القضية هذه باطل نزيد لكم حاجه اخرى كثير من المرات تسمعوا بالك الان في الانتخابات هذه والحملات تسمعوا يقولوا من ان الجزائر هي البلد الوحيد اللي تقدم سكنات للناس بدون باطل يكذبون ثلاث اربع دول اوروبيه مش مش ثلاث اربع كل الدول الاوروبيه عندها لي لوجمون سوسيو كلها كل الدول الاوروبيه تعطي سكنات للناس اللي ما عندهمش دخلك يسمح لهم باش يأجروا في البريفي ولا باش يشروا ولا تعطي لهم سكنات طبعا وفق شروط معينه كلما كانت لديك اسره اولاد الى اخره تكون وضعك افضل اذا كنت تخدم تخلص الرانت تخلص الكراء اذا كنت عاطل على الخدمه مثلا الكراء ما تخلصوش تخلص وفق تنظيمات معينة تختلف من بلد إلى آخر ولكن بشكل عام هذا التنظيم موجود في كل الدول الأوروبية وانت تسمع بيقولوا لك ها الجزائر تمد سكنات آه الجزائر صحيح تمد سكنات لكن احنا عارفين ان في كثير من الحالات هذه السكنات ما تروحش لمستحقها واحنا عارفين ان كثير من الحالات من السكنات هذه في الحقيقة كور ورمين يعني بنايات كثير من المرات الناس تدخل الكارلاج مكسر الحيوط مكسرين الابواب لي سونسور كانش الى اخره الى اخره الى آخر.. ف... فالاكاذيب اللي ينشروها والناس مرات ما يعرفوش يحسبوا هذه الامور <سئنزق> صح لا, لا 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 في كل الدول الاوروبيه في معرف اعرف وانا نشوف عايشين في بريطانيا اللي هي تعتبر من اقل الدول الاوروبيه في القضايا العدالة الاجتماعية بريطانيا من أقلها شوف في ألمانيا أو في فرنسا أو طبعا في الدول الاسكندنافية أو أشياء مختلفة أشياء مختلفة بما فيها أنهم يضمنون لكل أسرة وكل إنسان عندهم مقيم بطريقة شرعية وأحيانا حتى بطريقة غير شرعية أحيانا إذا كان طالب لجوء أو يضمنون حد معين الدخل باش ما يموت من الجوع وإذا كانت أسرة يضمن واحد من الدخل في الدول الإسكندنافية طبعا الدخول تاع الأسر هذه اللي يكون عنده ربع أولاد وخمس أولاد دخل معتبر يعني دخل معتبر من عند الحكومة مباشرة للأسف بعض خوتنا اعتمدوا على هذا هو من الأحسن طبعا الإنسان يشتغل ويكون عنده دخل وإذا خصت أشياء معينة ممكن ياخذ مساعدة في حدود معينة في نسب معينة لكن للأسف بعض خاوتنا يعتمدوا على المساعدات وبالتالي يبقوا غير تحت المساعدات وهذا مشكل أيضا عموما أرجعت لفكرة لفكرة أن تفكيرهم تفكير هذه العصابة هو أن ال... أنا في الثمانينات يعني بعد 92 تم التدمير الاقتصاد وتدمير السياسة وتدمير المجتمع تدمير لكن تدمير مس الإنسان ومس ايضا كثير كما يقال الامور التحتيه يعني لكن